الزينة وحت الزينة الزينة وحت الزينة اللي بغينا المحطة اللي بغينا والقصوايا هو تكفي فينا هو والتعصي فينا هو الزينة وحت الزينة الزينة وحت الزينة والمحطة اللي بغينا والمحطة اللي بغينا والقصوايا هو والقصوايا هو والسفر فينا هو والشفر فينا هو اليوم كما تشوفوا الاخوان كاينين سائقين مهنيين اللي تندق يعني تندو يعني بالمسائل يعني المتطلبات اللي محتاجينها في هذه المنطقه ديال ولاد عزوز. كما تعرف الجميع منطقه ولاد عزوز هي واحد المنطقه اللي يعني داخله في اقليم النواصر. اليوم هاد السائقين هادو حسوا بالحضره وخرجوا يديروا احتجاج، علاش؟ ان الطريق في حاله مزريه، ما عندهمش اناره، ما عندهمش دودانات، ما كاينين السيارات الاجره. منطقه ولاد عزوز اكبر منطقه كاينه في اقليم النواصر، عند 24 سياره. التجانا اننا غنمشيو قانونيين ودرنا طلبات وكانوا وقفات وكانوا حوارات يعني ماراثونيه لكن بدون جدوى. رئيس الجماعه تطلب منه العماله انه يدير واحد التقرير جزئي على هذه المسائل اللي تتخص السيارات الاجره، لكن السيد رئيس الجماعه يرفض التقرير الجزئي من 2021 وحنا تنعانوا نفس المعاناه. هذه المنطقه هذه فاش يطيح فيها الظلام تتولي كارثيه، ما يقدر يمشي فيها حتى شي واحد. اليوم كما تتعرفوا راه اليوم حنا في واحد الظرفيه اللي تبدلات. اليوم برئاسه سيدنا الله ينصرو تنتمنوا انه يكون بصحه جيده، ومقبلين كذلك على مقبلين على كاس العالم 2030. خص المنطقه ديالنا اللي هي منطقه سياحيه انها تكون منطقه رقيه باش يجوا السياح البلاد ديالنا انها تلقى الاحسن رقي. والشفور لا يوهن والشفور لا يوهن ويا رئيس يا نعسان ويا رئيس يا نعسان.